ودلوقتي مع فقرتنا الاسبوعيه اللي كل حضراتكم او معظمكم يعني بتحبوها وبتستنوها من الاسبوع للتاني، وهي فقره الابراج. النهارده بقى الحقيقه هنتكلم عن موضوع مختلف وجديد تماما. هنتكلم عن الابراج الثلاثه. سمعتوا صح، الثلاثه، الطالع او الصاعد والشمسي والصيني. ايه الفرق ما بينهم؟ ازاي نحسب برجنا الطالع او الصاعد؟ هل ممكن نعرفه يعني بيتعرف منين اسم الام، او ازاي ممكن نعرفه من اليوم اللي اتولدنا فيه ولا ساعه الميلاد؟ هل ده بقى بيأثر في الحب والجواز والشغل والفلوس وكل الحاجات دي؟ هنعرف كل ده واكتر من ضيفتنا اللي منورانا النهارده، خبيره الفلك والطاقه والتاروت، سارة فودة. ازيك يا سارة؟ اهلا وسهلا. عاملة ايه؟ ازيك يا دينا؟ الحمد لله. على فكرة سارة، عايزة اقول في بداية الفقرة مع الناس كلها اللي بتتابعنا، احنا منتظرين تليفونات حضراتكم على ارقامنا اللي هتظهر حالا على الشاشة، واهو كمان فتحت صفحة الفيسبوك بتاعتنا اللي عليها خبر وجود سارة معانا، وبدأت الرسائل فعلا، وهبدأ اقرا الرسائل. بس الاول سيبوني ارحب بضيفتنا الاول سارة واسألها ايه حكاية الثلاث ابراج دي؟ صاعد، شمسي، صيني، ايه دول؟ ده انا هفاجئك ان هما كمان اربع ابراج مش ثلاثه بس. اربعه؟ ايه ده؟ في حاجه اسمها البرج الشمسي اللي كل الناس عارفاه ومتعارفه عليه. أوكي. احنا اتولدنا 12 ديسمبر، 10 اكتوبر، 8 يوليو. ده البرج الشمسي. في حاجه اسمها البرج الطالع. الطالع ده على حسب انت اتولدت الساعه كام. ساعه ميلادك. احنا عندنا 24 ساعه بتبتدي من الساعة 12 بالليل، تبتدي تحسبي الأبراج من 12 ل 2 برج الحمل، من 2 ل 4 برج الثور، وبتبتدي تحسبيها بالشكل ده علشان كل واحد يبقى عارف. على مدار الساعة كلها؟ على مدار الساعة بتعملي 12 برج، بتبتديهم من 12 بالليل، بتقفليهم الساعة 12 بالليل تاني. بس اسمهم زي يعني اسمهم نفس عادي؟ نفس الأسامي بتاعتنا. أوكي. عادي جدا. وعندنا حاجة اسمها البرج الصيني زي ما انتي قلتي بالظبط. البرج الصيني ده بس ده بيتحسب بالسنين. أوكي. يعني مثلا مواليد 1990 هم برج الحصان. مثلا 1987 هم برج الارنب. فكل واحد على حسب السنة. سنه الميلاد. اوكي. في حاجه اسمها البرج القمري. البرج القمري ده بيتحسب عن طريق اتولدت يوم كام بالشهر العربي، وبيبتدي تتعمل لها حسابات واسقاط ارقام معينه عشان تطلع البرج القمري. يا سلام. طب وانا اعرف اتولدت ازاي في الشهر ال... لا دي سهله دلوقتي الانترنت. الهجري يعني الهجري بالزبط. اكتب بس كده تاريخ ميلادي بالسنه بكل حاجه يطلع لي انا اتولدت. هو هيعملها لك كونفرس على طول عشان يقول لك اتولدتي امتى. طيب واسامي بقى البرج القمري؟ نفس الاسامي بتاعتنا. يعني انا مثلا برج العذراء ممكن ابقى عذراء، ومثلا وميزان، ومش عارفه برج الكلب او برج التنين. احنا كلنا كده. كلنا كده. كل الناس مش هتلاقيهم متفقين في الاربع ابراج. طيب. هعمل لك اختبار يا سارة. يلا بينا. هعمل لك اختبار. استر يا رب. بالصفحه بتاعتنا. ام ديجا، ديجا ام ديجا، ام ديجا بتقول عايزه تعرف اخبار العمل والمال والصحه، وهي كاتبه ان هي مولوده يوم 1/10/94. 1/10/94 بقى احسبي لي هي ده بالنسبه لي برج الميزان. برج الميزان. طيب طبعا احنا ما نعرفش ام ديجا اتولدت الساعه كام. فمش فما نقدرش نحسب البرج الطالع بتاعها. اوكي. لو انا مش عارفه انا اتولدت الساعه كام، والدتي مثلا مش موجوده ناسي. او نسيت او اي حاجه من الحاجات دي، ممكن اطلعها باسم الام وباسمي. يعني مثلا محمد ابن صلاح مثلا. فكده انت جبتي اسم الام وجبتي اسم الشخص نفسه. في حاجه اسمها علم الجفر او علم الحرف مع الرقم، بتجيبي كل رقم ليه مقابل ليه كل حرف مقابل ليه رقم، تبتدي تحسبي وتعملي الحسبه بتاعتك، تعرفي منها الشخص ده اقرب حاجه ليه بتكون ايه. لا بتجمعيهم على بعض. بتجمعيهم على بعض وليها اسم. اجمع اسمي على اسم مامتي ويطلع مثلا يطلع رقم. بيطلع رقم. الرقم ده ليه حسبه منها بتطلعي البرج الطالع. معظم الناس اللي بتشتغل في الفلك بيعرفوا يطلعوا. اوكي. يعني لازم بس لازم نسال متخصص. يعني في الاخر ممكن تسالي متخصص، وفي دلوقتي ابلكيشنز بتنزل، في برامج على جوجل ممكن تكتبيها بتطلع لك الحاجه. حلو. ده جوجل ما خلناش عايزين، ما خلناش حاجه لحد. طيب نرجع لام ديجا تاني عشان يعني اخذت عناء ان هي 1/10. هي برج الميزان. انا هتكلم على البرج الشمسي لان ده الحاجه اللي واضحه قدامي بالظبط. فالبرج الشمسي انا طبعا مش حافظه الابراج الصينيه، لان كل سنه بيبقى في 10 سنين بالزبط. مثلا او 15 سنه واخدين برج واحد. فصعب ان انا اعمل ده. لكن لو احنا اتكلمنا عن برج الميزان، فبرج الميزان يعتبر من ملوك الابراج في شهر 5،
هو الحقيقه من ملوك الابراج ل 2024 كلها. برج الميزان محظوظ يعني السنه دي جدا، لان المواجهات اللي كانت عنده بسبب وجود بلوتو في كوكب في برج الجدي انتهت بانتقال بلوتو لبرج الدلو، فكده انتهت كل حاجه بالنسبه له، فاصبح السنه دي ممكن يقول الحمد لله على السلامه ويتنفس كده ويبتدي بقى يقعد كده ويسند ظهره. يسند ظهره امتى بقى بالظبط؟ في شهر 5 من بعد 20/5 هيبقى في غايه الراحه من بعد 20/5. ده عنده انفراجات هو مش ممكن يتخيلها. برج الميزان كله يبتدي يستعد لانفراجات هايله ومفاجات جميله جدا جدا من بعد 20/5/2024. الله. طيب يا ام ديجا انت محظوظه ما شاء الله السنه دي من بعد يوم 20 ما شاء الله. سيد احمد سيد بيقول، او هو اسمه السيد احمد، 13/12 سنه، مش مهم بقى السنة، 89 هو دقوس 13/12. طب هتقولي له ايه؟ برج القوس هقول له خلي بالك شوية. اولا هو الاول برج القوس انت عروس 24 يعني اغلب برج القوس عندهم خطوبات عندهم جواز في 2024 بس كمان هقول له خلي بالك من حاجات تانية. انه ممكن شهر مايو يكون فيه شوية معاكسات لوجود الشمس في برج الثور. طيب في توليفة كواكب الحقيقة موجودة كلها في برج الثور الترابي، فده ممكن يبقى مأثر عليك شوية برج القوس، بس ده ما يمنعش ان انت عندك ترابيزة مفاوضات الشهر ده. ترابيزة يعني مفاوضات بالظبط. عندك ممكن حلول لمشاكل، ممكن يكون عندك حلول لمشاكل عائلية او بيتية او حاجات تخص المنزل وتخص اولادك. هقول لك ركز شوية في صحتك يا برج القوس، حاول تعتني بيها جدا، وحاولوا يا جماعة الناس اللي هم من برج القوس يا تروحوا جيم يا تاكلوا اكل صحي الفترة دي، لان انتوا الفترة دي عندكم معرضين شوية وشراهة للاكل. فممكن يبقى في زياده في الوزن. واحنا كلنا خارجين من رمضان والعيد وزايدين طبيعي، كلنا زايدين طبيعي، ده حقيقي. فنخلي بالنا شويه، لان فعلا ده الشمس موجوده في بيت الاكل وبيت النوم بتاعك، يعني بيت الاكل من الاخر وبيت العزائم يا برج القوس، فخلي بالك علشان ما تزيدش وزنك. الجا للحميه الغذائيه بقى، الجا لان انت تروح جيم، تعملوا رياضه حتى في البيت، تعملوا اي اكتيفيتي علشان تبتدوا ان انتوا تحرقوا شويه. برج القوس كمان ممكن نقول له عندك مكاسب ان شاء الله، بس برضو تبتدي تحصدها ان شاء الله من بعد برضو 20/5. وهقول لك ليه لما هتساليني سؤال معين انت اكيد هتساليني. ايه التواريخ المميزه في شهر 5؟ شهر مايو بالظبط، هو ده اللي كنت هقوله. ده لازم يتسال السؤال ده. ليه بقى؟ لانتقال كوكب المشتري كوكب السعد الاكبر من برج الثور وهيروح على برج الجوزاء بتاريخ 24/5. 24/5 وهيقعد يستقر في برج الجوزاء، يعني نقدر نقول من 25/5 هو جوه الجوزاء لغايه 25/5/2025. سنة كاملة. طب ده هيفيدنا في ايه؟ ده بيدي دعم للأبراج الهوائية كلها، يعني دلو ميزان ودلو ميزان والتالت الهوائي القوس ايه؟ لا ناري. ناري. جوزاء. جوزاء. دلو ميزان وجوزاء. وهيدي كمان دعم للأسد وللقوس. وللقوس. ده جاي كده معاهم. ده داخلين كده حاطين نفسهم يعني. طيب هنكمل لسه التواريخ المهمة في شهر مايو، بس نرد الأول على نهى. يا نهى مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. اتفضلي. كنت هسال اللي هو اخبار مواليد 9/7 اخبارهم ايه؟ 9/7 يعني 9 سرطان. يوليو. ايوه 9 يوليو برج السرطان. برج السرطان. عايز تسالي على حاجه معينه؟ لا جنرال كده يعني. حاضر. صحيا، ظروف العائليه، الحاجات دي كلها ان شاء الله كل الظروف تبقى حلوه ان شاء الله. يا نهى هي حلوه فعلا. حلوه فعلا. هي حلوه فعلا. برج السرطان السنه دي ما عندوش ولا مواجهه فلكيه، يعني ما عندوش مواجهات فلكيه خالص، ودي حاجه مطمئنه في حد ذاتها. الشهر اللي فات كان شهر متعب شويه على برج السرطان. كان عندهم مشاكل، في منهم عانى بمشاكل في الصحه، في منهم عانى من مشاكل في بيته او مع احد افراد اسرته. الحقيقه انه خلاص بيرتاح الشهر ده، خلاص هو بيرتاح. اوكي. لوجود الشمس في بيته العاشر اللي هو برج الثور، وتوليفه الكواكب اللي اتكلمنا عنها، يعني مشتري وثور ومشتري والشمس وكمان الزهره
وعندنا المريخ في الحمل، فبرضو الحمد لله خفف عنه شويه لانه بيته التاسع بس، يعني الدنيا ماشيه كويس مع السرطان الشهر ده جدا. على المستوى الصحي عنده استشفاء ان شاء الله باذن الله لو في حد كان بيعاني من شيء. على المستوى العاطفي احنا ممكن نسمع كلمه مبروك لسرطانيين كتير جدا 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 الشهر ده، والناس اللي كان عندها مخاصمات وكان عندها مشاكل ممكن يبقى في مصالحات حلوه وحاجات كويسه جدا ليهم. اما ماديا فينتظروا الارزاق الواسعه جدا ان شاء الله باذن الله من الشهر القادم، من شهر 6 بقى، من يعني اقول لك او من من اخر 6، من اخر 6 يبتدوا بقى يلموا الفلوس، يلموا فلوس. قولي لي كده ساره، مين الابراج السنه دي من الابراج اللي يعني حظها حلو؟ الحمل جدا، الثور قوي قوي، الميزان، الجدي. حلو، دول حظهم، دول مفرقعين يعني، مفرقعين السنة على الاخر. طيب تحبي نرجع تاني لمايو؟ لان انا متهيألي مايو لسه فيه، لسه في تواريخ. حاضر، بيسألوكي فلوس ولا صحة ولا ايه الاربع في ابراج دول؟ في كل حاجة، انفراجات على كل الاصابع، كل حاجة بقى، كل حاجة ما شاء الله لا قوة الا بالله، بدون حسد. نرجع لمايو، اتفضل. ايه التواريخ المهمة؟ احنا قلنا 24/5 وعندنا يوم 23/5 الزهرة هتتنقل، او كوكب الزهرة هيطلع. كوكب الزهرة ده كوكب الجمال وكوكب الصحة، كوكب الحظوظ. ده هيطلع من برج الثور برضه وهيروح على برج الجوزاء. اوكي. عندنا انتقال للمريخ تقريبا يوم 15/5 هيتنقل من برج الحمل وهيروح على برج الثور. اوكي. المريخ من الكواكب الصعبه شويه، الثقيله، هو ده اللي احنا دايما بنخاف من حركته، بنخاف من تنقلاته. فاحنا ممكن على يوم 15/5 كده كلنا نخلي بالنا. يعني 15/5 نخلي بالنا من ايه؟ نخلي بالنا لمده بالظبط يومين، من 15 ل 17/5، بلاش سرعه زايده على الطرق. نخلي بالنا من السفر، نخلي بالنا من ان احنا ندخل في مشاريع في الوقت ده، او ان احنا من 15 ل 17 لانتقال كوكب، كوكب حرب. المريخ هو كوكب الحرب. اوكي. فبيطلع من برج الحمل وهيروح على برج الثور. صح، بيسموه الكوكب الاحمر ولا ده؟ لا ده عطارد اللي بيسموه كوكب الاحمر، بس الفكره انه المريخ كوكب حرب. أوكي. فمزعج، انتقاله بيبقى مزعج، دايما بيعمل هزه. طب استاذنك قبل ما التليفون يقطع، انا سامعه طبعا رن كل التليفونات، بس محمد معانا على الهوا. يا محمد مساء الخير. مساء الخير يا استاذه دينا، ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام، كل سنه وانت طيب. وعليكم الصحه والسلامه. اتفضل. انا عايز اسال عن تاريخ ميلادي 1/9/83 وبالتحديد في العمل والمال. 83 العمل والمال. حاضر محمد. 1/9 عذراء. عذراء، برج العذراء كان في معاناه فعلا، ونقدر نقول ان هو عانى كتير قوي الاشهر اللي فاتت. اوكي. وخصوصا الشهر اللي فات ده، ده كان شهر صعب جدا عنده. لكن برج العذراء الشهر ده بقى من اسعد الابراج بجد، طبعا لان كل توليفه الكواكب اللي اتكلمنا عنها في برج الثور، برج ترابي، والعذراء هو برج ترابي، برج صديق لبرج الثور، فيبتدوا يدوا لبعض هدايا. اوكي. كوكب المشتري مش هيسيب ولا حد الا لما هيدي له هدايا الشهر ده. واو. سواء على الابراج الناريه والترابيه او على الابراج الهوائيه والمائيه. كله عنده هدايا الشهر ده. كله عنده مفاجات وخبر حلو وجميل. طب في العمل، هو محمد بيسال على العمل، العذراء يخلي باله بس من تراكمات العمل. يعني ايه؟ يعني ما يراكمش على حاجات، ما يقعدش يراكم، خلص على طول، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. بالظبط، خلص على طول، هتلاقي الدنيا مشيت معاك حلوه. يمكن يكون في ترقيات للناس اللي من برج العذراء، ممكن يكون في وصول لمناصب جديده. في ناس منهم عندهم شهرة لو كانوا بيشتغلوا في مجال الإعلام، أو بيشتغلوا في أي حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا. وممكن كمان يكون عندهم، لأن هو بيسأل على العمل بالذات، فممكن برضو يكون عندهم مكاسب مادية، ممكن من إرث يوصلهم، أو ممكن من بيع عقار، من بيع سيارة، من بيع حاجة أو شراء حاجة جديدة. أوكي. والله أعلم. طب إحنا معانا دلوقتي ملك ومعانا ملك، ناخد ملك منهم. ألو يا ملك. ألو ملك، من القاهرة ولا من المنصورة؟ ألو. أيوة يا ملوكة. ملك اسمعيني بس من التليفون، بلاش التلفزيون. ألو يا ملك. طيب ملك القاهرة كلمينا تاني. ملك المنصورة، ألو. الو، ازيك يا ملك؟ الحمد لله. الحمد لله، اتفضلي روحي، وطي التلفزيون بس على الاخر.
تمام. اتفضلي، عايز تسألي على ايه يا ملوكة؟ انا 18 واحد. حاضر. عايز اسأل يعني على المستقبل بتاعي وكده يعني. انت متجوزة؟ لا. طيب عايز تسألي على العاطفة؟ ايوه. حاضر. اوكي. ملك 18 برج الجدي. برج الجدي لو هتكلم عن 2024 كلها احنا قلنا عندهم خير. لو اتكلمنا عن شهر 5 وانا هتكلم عن شهر 5 بالتحديد. فشهر 5 برج الجدي من ملك الملوك الابراج. برج ترابي. واحنا قلنا ان التوليفه بتاعت الكواكب دي كلها موجوده في برج الثور الترابي. وبالتالي في برج الجدي كمان ده بيتك الخامس. بيت السعد. الله. يعني شهر 5 ده بيت السعد. بيت السعد بالنسبه لبرج الجدي، ده برج الجدي لو ما استغلش كل ايامه لحد يوم 20/5 يبقى غلطان. برج الجدي عنده سفر مفتوح في العاطفه، عنده رومانسيه، واحتمال كبير جدا جدا يكون عندهم لقاء مع حب جديد ومشاعر حلوه جديده تتولد. استعد يا ملك. والناس اللي في علاقات عاطفيه عندهم دعم اكتر وعندهم حاجات حلوه جدا. عندهم كمان رجوع استعاده، عارفه لما تحسي ان انت بترجعي تاني لحياتك ولشخصيتك. برج الجدي كده. عنده رجوع لاحاسيس حلوه جدا هو كان فقدها من سنين. برج الجدي على فكره عانى لمده 18 سنه. كان في معاناه مستمره، المعاناه دي انتهت خلاص. حلو. فيبتدي بقى يستعد. احنا بنستعد من يناير. طيب فهو حلو. المفروض كده زي الفل. احنا معانا ملك بقى الاولانيه اللي من القاهره رجعت لنا مره تانية. يا ملك. الو. الو ملك اتفضلي. انا ازي حضرتك؟ ازيك انت يا روح؟ اتفضلي. انا مواليد 22/3. 22. انت عندك كام سنه؟ 15. يا روح قلبي، عايز تسالي على ايه؟ نعم. عايز تسألي على ايه؟ على المدرسة مثلا؟ الامتحانات. على الامتحانات؟ بس؟ طيب حاضر، ميرسي يا ملك. اكيد رايحة عايزة تيجي تسأل على الامتحانات. ده اكيد يعني. نتيجة الامتحان والنبي. لا هي برج الحمل، وبرج الحمل احنا قلنا من الأبراج السعيدة السنة دي جدا جدا، فيعني ما تقلقيش يا ملك، إن شاء الله هتنجحي، بس ذاكري يعني. ما اقولش هنجح وما ذاكرش. طيب نقدر نقول لها ايه عن برج الحمل السنه دي؟ او برج في شهر الحمل 5. الشهر ده الشمس اتنقلت من عندك بتاريخ 20/4 وراحت على برج الثور بيتك الثاني. بيت المال. يعني ايه بيت المال؟ يعني بيت المكاسب الماليه. بيتي النهارده يا ساره كل الناس فلوس. المشترى هيدي هدايا للناس كلها. اوكي. احنا اتفقنا على الاتفاق ده. بالظبط. فالشهر ده ناس كتير جدا جدا عندها مكاسب ماديه. بس ممكن اخلي بالي من حاجه. ان ممكن جدا عشان انا بقول ان الشمس موجوده في بيت المال ما يبقاش مكسب، ممكن يبقى مصاريف زياده. يا نهار ابيض، لا مش عايزين كده. لا. لكن برج الحمل لا، هو عنده مكسب. مكسب. لان برج الحمل كمان من الابراج السعيده جدا من النص الثاني من شهر 5. يعني معانا سيد من القاهرة. يا أستاذ سيد. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. حضرتك عاوز أسأل بس، أنا مواليد 27/8. حاضر. 27/8. حاضر يا أستاذ سيد. طب ناخد تليفون كمان، ناخد كذا تاريخ ونرد عليهم. نجاوب على سيد الاول لغايه لما برج العذراء. واحنا اتكلمنا اوريدي عن برج العذراء وقلنا ان هو عنده ايه، خلي باله من شغله في التراكمات. هو ده بقى يعني بيبقى على الرجاله وعلى الستات زي بعض. الحظوظ في الفلك ملهاش علاقه بحاجه. ملهاش علاقه. امتى بتفرق من شخص لشخص؟ لما بناخد الاسم بالظبط وتاريخ الميلاد بالظبط والام بالظبط، وبيتعمل له حاجه اسمها خريطه فلكيه للشخص نفسه. اوكي. هنا بتفرق من شخص لشخص. طب الايام بتفرق؟ يعني 27/8 غير في شهر 9 غير. طبعا. طيب لأن هو 27/8 سنة. الشهر متقسم لثلاث عشريات. عشريه اولى بيبقى واخد من البرج اللي قبله. العشريه الثانيه بيبقى هو فعلا خلاص هو البرج ده ما عندوش حاجه ثانيه. العشريه الثالثه بيبقى واخد جزء من الشهر اللي بعده. اللي بعده. من البرج اللي بعده. بالظبط. فهنا بتتقسم ثلاث عشريات. اوكي. هو واخد من الاسد شويه حاجات. لكن الاكثر هو عذراء. صح. فهو يروح للعذراء بس ممكن نديله شويه صفات من الاسد. اوكي. طب الحظوظ بقى بيجمع ما بين ده وده؟ يجمع ما بين الاثنين. بس برضه اللي يميل عليه اكتر على ايه توقعاتك ليه في شهر 5؟ يعني ان شاء الله عندك خير، عندك زي ما قلنا كده في مصالحات. انت الفتره اللي فاتت كان برج العذراء عنده خلافات كتيره جدا، وكانت خلافات منزليه بالذات.
اوكي. برج العذراء السنه دي عندهم اختلاف من حاجه لحاجه، انتقال من حاله لحاله، ممكن يكونوا هينتقلوا من بيت لبيت، انتقال من بلد لبلد، انتقال من حاله زواج لحاله انفصال، او العكس. أوكي. من انفصال لزواج. عندهم يعني تغيير حال، برج العذراء كله عنده تغيير، بيتغير حال. الشهر ده عندهم مصالحات، وعندهم حياه رومانسيه كريمه جدا جدا جدا، وعندهم كمان خير. طيب إيه عندنا ثالث ملك على التوالي، ملك من الاسماعيليه. كله ملوك السنه. يا ملوكه اتفضلي. الو، ازيك؟ الحمد لله. اتفضلي حبيبتي. عايزه اعرف برجي. انا 27/5. 27/5. حاضر. انت هي 27/5 تبقى برج ايه؟ جوزاء. جوزاء. حاضر. طب هتقولي لها ايه عن برج الجوزاء؟ ده برج الجوزاء احنا لسه بنقول برج الجوزاء، خلي بالك اول 3 اسابيع من شهر مايو خلي بالك جدا، الشمس والتوليفه دي كلها موجوده في بيتك ال 12، ضغط يعني حاجه فوق راسك كده بتدق على راسك، خلي بالك شويه من نفسك. وجود المريخ في برج الحمل برضو اخليني اقول لك برضو خلي بالك من نفسك يا جوزاء، بلاش انفعالات، خليك دبلوماسي. جوزاء من الابراج الهوائيه، كلمه بترفعه فوق قوي وكلمه بتنزله قوي. حقيقي جوزاء اتنين عكس اسمه بعض. اسمه جوزاء بالظبط، يعني هو اسمه جوزاء بالظبط، يعني ممكن يجيله ظرف سعيد وظرف غير سعيد في وسوينج مودز، وانت قاعده كده، انت قاعده مع واحد جوزاء تلاقيه بيضحك قوي فجاه تلاقيه راح عامل لك كده، في ايه يا حاج مالك؟ انت اكيد جوزاء، يطلع جوزاء فعلا. طيب فجوزاء يخلي باله اول 3 اسابيع، الاسبوع الثالث الاسبوع الرابع من اول يوم 20/5 يبتدي يستعد للحظوظ. اوكي، افتحي دراعاتك للحظ. معانا نفيسه من القاهره. نفيسه مساء الخير. الو، السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه دينا؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. دايما في احسن حال يا رب، ربنا يعزك. ربنا يخليكي، اتفضلي. اسمع حضرتك، كلميني بس على 1/10/1982. 1/10 1982. كنت عايزه اعرف بس يوم ايه وتاريخ كام وساعه ايه. لا ثانيه واحده ساره، انت فاهمه كده سؤالها؟ لا، هو انت عايز تعرفي ايه بالظبط؟ كنت عايزه استسمع حضرتك، كنت حضرتك بتقولي المواليد بنعرفها او اليوم او الساعه. طيب استني عشان ساره تسالك ونعرف. انت اتولدتي الساعه كام يا نفيس؟ بعد اذن حضرتك. اتولدتي انت الساعه كام؟ اتولدتي الساعه كام يا نفيسة؟ اتولدتي الساعه كام حضرتك؟ كنت عايزه اعرف حضرتك المواليد يوم ايه الساعه كام كده يعني. لا أنا هو انت اللي بتقولي لنا واحنا بنقول لك. لا انا عليا قلت التاريخ. لا طيب هنقول لك ايه اخبار التاريخ ده في شهر مايو. طب انا هديكي هديه يا نفي، انت كودك الرقمي من تاريخ ميلادك 4. 4 معناه ان انت شخص عندك استقرار، استقرار نفسي واستقرار مادي واستقرار رومانسي. لما بتخشي في حاجه ما بتعرفيش تطلعي منها تاني بسهوله، لانك انت بتبقي عندك نوع من انواع الوفاء بزياده. فانا اديت لها كده هديه علشان اديتنا التاريخ بتاع الميلاد. طيب معانا اتكلمنا عن برج الميزان اوريدي، خلاص يا نفي. بالظبط. هناء من المنيا، اتفضلي يا هناء. الو الو هناء، اتفضلي. ازيك يا استاذه دينا؟ ازيك انت يا هناء، عامله ايه؟ انا بموت فيكي حبيبتي، ربنا يخليكي. بصي انا هكلمك ووالدتي عايزه اتكلمك. انا 13/7/1996. 13/7/96. 96. حاضر. 96. ووالدتي عايزه اتكلمك. اتفضلي. 30. يا ام هناء. ايوه ابدينا. ايوه انا حاجه امبيره. انا حاجه امبيره. انا 11/7/36. 11/7/36. 36. حضرتك اسمك ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ ربنا يكرمني يعني بالشفاء. امين يا رب. اسم حضرتك ميرة ايه؟ ميرة عبد الهادي. ميرة؟ ميرة عبد الهادي. حاضر، اشكرك. طيب ادي كده معانا تاريخين لهناء والمامت هناء. التاريخ هناء 13/7/96. سرطان. سرطان. ومين والدتها تاريخها؟ والدتها 11/7/36. سرطان. سرطان برضو. هما الاثنين برج السرطان. عايز تقول لهم حاجه؟ احنا قلنا خلاص لبرج السرطان، انت الشهر ده من ملوك الابراج الحمد لله يا برج السرطان. في حاجه تميز تواريخهم يعني تحبي تقوليها لهم؟ انا ما سمعتش السنه بتاعت الوالده، بس واضح ان هي بتسال على 36. 1936. كام قلتي لي كام؟ 11/7. هي بتسأل على الصحة،
هي برج السرطان وبتسال على الصحه. هي فعلا صحتها تعبانه شويه، وممكن يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يعافيها ويشفيها وكل شيء، بس ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تسمع اخبار كويسه عن استشفائها ممكن خلال شهرين. خلال شهرين ان شاء الله تقوم بالف سلامه باذن الله. وهناء 13/7 13/7 برج السرطان. برج السرطان احنا قلنا الشهر ده الحمد لله كويس جدا، والاشهر اللي فاتت كان عنده شويه ضغوط، لكن الضغوط دي فكت خلاص عن برج السرطان. طيب مين معانا؟ معلش ما سمعتش الاسم. اوكي الاسم فصل. بس هناء انا هقول لها حاجه، بلاش نقول هناء، قولي هنا، شيلي الهمزه منه تفتح حظك شويه. هنا هناء، يبقى هنا شيلي الهمزه شويه علشان تعمل تفتح ايه؟ تفتح حظ، تفتح طاقه. الهمزه في اخر الاسم بتقفل الطاقه بتاعه الاسم. طيب زي اسراء، زي الشيماء، خلوها دايما مفتوحه بالالف. 6/12 وفي 12/6. اوكي في تاريخ جاي لنا 6/12 وفي تاريخ 12/6 قوس. و 12/6 ده 12/6 جوزاء. جوزاء. اوكي طيب هتقولي ل 6/12 ايه؟ احنا اتكلمنا عن برج القوس في اول الحلقه، هنتكلم عنه تاني. يعني ندي بس اللي اتصل بينا ما فيش مشكله. 6/12 برج القوس. برج القوس احنا قلنا ان هو عروس 24 الشهر ده، بس يخلي باله شويه ما يبقاش عامل زي الطلقه، لان برج القوس اي حاجه بتعصبه لانه من الابراج الناريه، يهدى شويه يهدى جدا، لانه هيبتدي حظوظه ترتفع من الربع الاخير من الشهر. اوكي وحظوظك مرتفعه يا برج القوس خلاص من الربع الاخير من الشهر لغايه السنه الجاية شهر 25/25. يعني قدامكم سنة ما شاء الله، سنة بإذن الله جميلة إن شاء الله بإذن الله. طيب معانا منى من اسكندرية. يا منى مساء الخير. مساء النور، عاملين إيه؟ إحنا كويسين الحمد لله يا منى. الحمد لله. كنت عايزة أسأل عن 1/5/2004 و2/6/2008. 1/5/2004 و2/6/2008. 2/6/2008. متفقين مع بعض ولا مش متفقين في العلاقات او كده؟ و2/6 بالذات النجاح يعني وكده. انت تاريخك ايه منهم؟ انا 2/6. انت 2/6. حاضر. النجاح والمدرسه والدراسه يعني؟ والاثنين البرجين دول في الوقت دوت متفقين مع بعض ولا لا؟ وفي العلاقات الحديثه. حاضر. هما طيب. مش متفقين في العلاقات بصراحة. أوكي. هما مش أبراج متفقة على الإطلاق. هما برج الثور وبرج الجوزاء. البرجين مش مستحيل يتفقوا عشان نكون واضحين. طبعا البرج الطالع هنا بقى هو اللي هيختلف وهيقول كلمته. أوكي. يعني لو احنا على البرج الشمسي الدنيا مش كومباتبل او مش متوافقين مع بعض، في الحاله دي لا، البرج الطالع ممكن يكون له كلمه تانية. اوكي ممكن يقول لا، يعني ممكن يطلعوا اصلا الاثنين عذراء، ممكن يطلع واحد جدي والتاني مثلا سرطان، ممكن يطلع واحد ميزان والتاني، فهنا بتبقى مختلفه. ده بقى بالاسم وبالتاريخ الميلاد بالظبط، تاريخ الميلاد، ساعه الميلاد، ساعه الميلاد كمان هنا دي اللي بتختلف معايا. اوكي لكن لو على الابراج الشمسيه فهم برجين غير متوافقين. تمام. الثور والجوزاء ما ينسجموش. طيب الدراسه بالنسبه للاثنين ستة، بالنسبه لبرج الجوزاء هتنجح ان شاء الله. احنا قلنا ان المشتري كوكب الصعد الاكبر، يعني ده اكبر كوكب يا جماعه فعلا على المستوى الكواكب كلها موجود عندكم في برج الجوزاء. انتوا عايزين ايه اكتر من كده؟ يعني شويه مراجعه كده، مراجعه بسيطه جدا، انتوا فروا بس المنهج كده هتلاقوا نفسكم نجحت. ما تفروش، ذاكروا كويس، ذاكروا كويس. طيب معانا ام مازن من الغردقه. يا ام مازن مساء الخير. يا ام مازن الو الو. قطع. يا خساره ام مازن، كلمينا مره تانية. طيب دلوقتي بقى قلت لنا على حكايه ان هو من اسم الام او الاب. حاضر. نجات من انا، من انا. يا نجات السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم؟ الحمد لله. اتفضلي. كنت عايزه اسال والله على البرج بتاعي. انا مواليد 5/1/77. 5/1/77. عايز تسالي على حاجه معينه؟ والله انا الدنيا مدربكه معايا ومش عارفه يعني من ايه. انا بس بحب يعني حاجه، الابراج دي انا ما نعشقها بصراحه. تعشقيها؟ بحبها جو جو. احنا محافظه بقينا صعايده، بس انا ليا في الحاجات دي وبحبها جو جو. حاضر حاضر يا نجات، اشكرك شكرا جزيلا. طيب وناخد كمان منى ونرد على الاثنين على طول مع بعض. منى من القاهره. يا منى مساء الخير. الحمد لله. ازي حضرتك؟
الحمد لله، اتفضلي. 24/11 ايوه 76 حاضر. وجوزي 6/3 ايوه. بس انا عايزه اسال بقى عشان انا زوجه ثانيه وعايزه في تفاصيل كده. زوجه ثانيه وانا الدنيا ملخبطه معايا خالص. خناقات؟ لا لا لا، مع الحمد لله رب العالمين احنا كويسين جدا مع بعض الحمد لله. نعم منسجمين طبعا. منسجمين. برجين منسجمين جدا الحمد مع بعض. الحمد لله. منسجمين مع بعض. امال عايز تسالي على ايه؟ بقالي سنتين يعني انا متجوزين بقالنا سنتين. اوكي. انا متابعه الدكتوره ساره بصراحه على كواي على طول بصراحه. متابعه على طول ساره؟ طبعا. الحمد لله. طيب اشكرك يا منى، حالا هنرد عليكي. تحبي تبداي من الاخر من الانسجام ما بين منى والزوج؟ هي 24/11 وهو 6/3. هي قوس وهو حوت، الاثنين منسجمين جدا الحمد لله. الحوت بس هو اللي يخلي باله جدا 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 لوجود كوكب زحل عنده هو. طيب زحل قاعد عندهم السنه دي ولسه قاعد عندهم السنه الجايه، فزحل ده احنا بنقول عليه كوكب الدروس. امشي صح، امشي كويس، تاخد مكافآت، تغلط غلطه صغيره خالص تلاقي الدنيا بمصيبه مش بفضيحه بس. الحاجه الثانيه عند برج الحوت، انا عارفه ان عندهم خساير جامده من شهر 6 اللي فات، وشويه منهم ناس كتير عندها معاكسات، فالمشكله عند الزوج هنا مش عند الزوجه. الزوجه بالعكس، الزوجه امورها ماشيه كويس ان شاء الله والدنيا ماشيه كويس، وعلى فكره البرجين منسجمين جدا مع بعض، ما فيش بينهم اي مشاكل. طيب نجات بقى من هنا، هي 5/1/77. نجات برج الجدي. نجات برج الجدي، واحنا قلنا برج الجدي الشهر ده بالذات هو من ملوك الابراج، هو فعلا السلطان. امال بتقول لك الدنيا ملخبطه عندها؟ معلش هنلمها شويه. هي اولا كودها الرقمي 6، وكودها الرقمي ده انا حسبته لها وهي بتتكلم، يعني 6 6 ده رقم كويس جدا على فكره على مستوى الارقام. بتحسبيه وهي بتتكلم يعني ايه؟ حسبته من تاريخ ميلادها. من تاريخ ميلادها. اوكي. ف 6 لو ده الكود الرقمي بتاعك، ف 6 ده بيديكي استقرار وبيديكي حياه كريمه، بس نخلي بالنا من حاجه، انت عصبيه شويه يا ام مازن. فنستهدى بالله كده وما نبقاش عصبيين. اوكي. وغير كده برج الجدي معاها الحمد لله كويس جدا جدا. ما عندهاش مشاكل ان شاء الله، بالعكس ده هي لو عندها مشاكل تتحل الشهر ده. طيب معانا محمد من القاهرة. يا محمد. الو يا محمد. طيب معانا سهام. يا سهام. سهام من القاهرة. هو القاهرة مزرجنا ليه في التليفونات؟ انا محمد يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. قالوا لي ان الخط قطع، انا اسفه. اتفضل. لا يا فندم اتفضل. انا محمد احمد، تاريخ ميلادي 5/5. 5. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. بكره ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه يا فندم، وانت حضرتك بالصحه والسلامه. عايز تسال على حاجه معينه يا استاذ محمد؟ يهمني اساسا الصحه. الصحه، ربنا يديك الصحه. مواليد 43. ربنا يديك الصحة. حاضر يا استاذ. اساسا الصحة ان شاء الله باذن الرحمن باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا. برج الثور عنده استشفاءات السنة دي. برج الثور استشفاءات اهو يا استاذ محمد. يعني صحتك ان شاء الله يا استاذ محمد، كل عام وحضرتك بخير وعندك خير السنة دي وعندك صحة كويسة باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله. طيب تقولي له ايه تاني؟ السنة الجاية هتبقى أحلى وأحلى. السنة الجاية هتبقى أحلى وأحلى وأحلى عليك يا أستاذ محمد. يا رب يا رب إن شاء الله. معانا سهام. خلاص فصلت سهام. أوكي. يعني ممكن بقى تدينا كده فكرة عامة، يعني زي ما بدأنا بشهر 5 وكنا بنتكلم على أهم التواريخ، وصلنا لتاريخ 13 تقريبا قلتي لي ولا 12؟ 15. قلت لك انتقال المريخ، انتقال من المريخ. برج الحمل رايح على برج الثور. أوكي. هل عندك تواريخ إضافية في شهر 5؟ عطارد. عطارد كان ماشي طبعا، احنا عارفين ان كان في تراجعات في عطارد، والحمد لله التراجعات دي انتهت يوم 15/4، والحمد لله عطارد ابتدى يمشي في خطه مظبوط. عطارد بيدي الناس ايه؟ عطارد ده يخلي الدنيا ماشية مستقيمة. غير كده يبقى عندك عطلة في كل شيء، تيجي تسافري تلاقي في عطلة، تيجي تتحركي تلاقي عطلة، عايز تعملي مشروع تلاقي المشروع بتاعك عراقيل، تلاقي فيه مطبات. تراجعات عطارد عادة احنا بنخاف منها. اوكي. لكن دلوقتي بقى مفيش. ابتدى يمشي في خطه مستقيم الحمد لله. وعطارد انا هقول لك كلمة كده بنقولها بالبلدي، للشر طارد. حلو. فلو كويس عطارد ماشي كويس شهر. وعطارد موجود في برج الحمل مع وجود المريخ في برج الحمل، فهنا يا جماعة ابشروا ان في توازن حاصل. فالدنيا يعني الى حد كبير، عشان كده بقول شهر 5 من اسعد الاشهر السنة دي. عادة شهر 5 كل سنة ما بيكونش سهل. السنة دي هو فعلا من اسعد الاشهر اللي كلنا ممكن نمر بيها. طيب ده التاريخ الاخير في شهر 5 تقريبا.
مش عايز تقولي حاجة تانية على شهر خمسة؟ لا. على شهر خمسة لا. الحظ بإذن الله، بإذن الله طبعا من عند ربنا، يبدأ من شهر خمسة لغاية خمسة الشهر لغاية السنة خمسة الجاية. السنة الجاية عند الأبراج اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الأبراج الهوائية، وبرجين من الأبراج الناريين الأسد والقوس. والأبراج الهوائية بتدي الترابية، الترابي بيدي الهوائي، الترابي اللي بيدي لا الهوائي. الترابي يعني ايه انت عايزه ايه؟ لا انت بيدي الابراج دي بتدي الابراج الترابيه. لا لا الجوزاء بيساعد وبيدعم الابراج الناريه. اوكي. بس مش كل الابراج هنا بتدعم هنا. يعني مش كل ده يعني دايما تلاقي في اختلافات، بس طبعا الجوزاء بيدعم الاسد وبيدعم القوس. اوكي. هل في برج احنا ما ذكرناهوش خالص النهارده؟ احنا ما اتكلمناش عن برج الدلو مثلا اللي فيه معاناه، والاسد. والاسد بيفكروني اهو الاسد. برج الدلو تقول لهم حاجه سريعه، برج الدلو في معاناه فعليا، لكن برج الدلو ان شاء الله باذن الله الدنيا تبتدي تتظبط معاكم من بعد 24/5. من 25/5 يبتدي الدنيا تظبط شويه، يبتدوا يحسوا شويه ان هم بنقول لهم الحمد لله على السلامه. برج الاسد انا مش هقول لك غير جهز الشنطه السامسونايت بتاعتك من بعد 25/5 وادوني شويه من الفلوس اللي هتجيلكوا. برج الاسد مش هقول اكتر من كده. برج الاسد انا اسد مين؟ انا اهو بجوري المخرج هياخد لا ونرمين اعداد. شفتي بقى انا جايه لكم يا اولاد، حطوا لي شويه في السامسونايت بتاعكم على جنب. السامسونايت الصغيره مش الكبيره. السامسونايت الكبيره. عينيكي الاثنين. لا انا مش عايزه عينيكي الاثنين، انا عايزه رزمتين من اللي جايين. طبعا ساره فوده بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك على كل المعلومات اللي قلتيها. انت معانا الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. حاضر. ثانيه واحده. 14/4 حمل. احنا قلنا عن برج الحمل يا جماعه. قلنا الشمس موجوده في بيت المال بتاعكم، والمشتري موجود. سامسونايت ثانيه برضو. ده سامسونايت افك اس. افك اس يعني فلوس ان شاء الله. فلور رزق واسع، رزق وخير وشهره ونجاح عملي كويس جدا جدا جدا. و11 12 برج القوس. 11 12 قوس اتكلمنا عنه كتير قوي، اتكلمنا عنه وان شاء الله هيبقى كله خير. ساره فوده نورتنا النهارده، واوعدكم باذن الله اللي ما لحقش التليفونات عشان انا سامعه تليفونات بترن والمسجز كتيره، معلش سامحونا الاسبوع ده. ساره باذن الله تكون موجوده معانا ان شاء الله الاسبوع الجاي زي النهارده بالظبط باذن الله. شكرا ساره، نورتينا. وناخد فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم انا وهو وهي وانا هوم الون بعد الفاصل.